الرئاسة تطالب الأونروا باستثناء الساحة اللبنانية من برنامجها التقشفي. الأسير القيق تأخذ حالته الصحية منحا خطيرا بعد 80 يوما من الإضراب. محقق دولي يدعو إلى محاسبة إسرائيل على استخدامها القوة المفرطة ضد أبناء الشعب. أسعد الله مساكم بكل الخير إلى حضراتكم. تفاصيل نشرة التاسعة. طالبت الرئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا باستثناء الساحة اللبنانية من برنامجها التقشفي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأبناء شعبنا هناك. إلى ذلك رفع أبناء شعبنا في لبنان وتيرة احتجاجاتهم رفضا لتقليصات خدمات وكالة الأونروا، وجددوا التمسك بمطالبهم خلال مؤتمر صحفي عقدته خلية الأزمة أمام مقر الوكالة في بيروت قبل أن تشهد المخيمات مظاهر غضب عقب صلاة الجمعة. على قاعدة أشهد أني بلغت، كررت خلية أزمة تقليصات الأونروا في لبنان مطالبها قبل رفع التصعيد إلى نصب الخيام عند مقر وكالة الأونروا في بيروت وبالتالي إقفال المدخل الرئيسي. فأعلنت في مؤتمر صحفي تمسكها بالوكالة الدولية وبالتزامها غوث وتشغيل اللاجئين. نرفض رفضا قاطعا وندين ونستنكر بشدة سياسة تقليص الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطينيين التي تتبعها وكالة الأونروا والتي تمس بشكل مباشر مختلف القضايا والمتطلبات والاحتياجات المعيشية والحياتية والإنسانية لهم. وكما كان مقررا فقد شكل الجمعة يوم غضب في كل مخيمات لبنان. إننا نطالب الأونروا بالعودة عن قرارتها وإعادة الخدمات كما هي، وبل إلى تطوير عامة ومنها التربية والخدمات الصحية خاصة، وإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإعادة صرف المساعدات لأهلنا النازحين من سوريا، وترميم المنازل لكثير من العائلات الفقيرة المعدمة في مخيمات الشتات. المعتصمون في مخيم برج البراجنة طالبوا بإعادة النظر في المعايير التي تعتمدها الأونروا في كل المجالات وأهمها الصحة. مريضة السرطان وباخذ علاج كل 5 أيام، بدي إبري بحدود $200. أنا قدمت للأونروا ورحت لعندن ولجأت لين قال لي يدرسوا الموضوع، وبعدني لي 2 سنين ناطرة أنه يدرس الموضوع. التحركات الاحتجاجية يشارك فيها إلى جانب أبناء مخيمات لبنان النازحون من سوريا الذين طالهم التقليص بشكل مباشر. الوصول إلى نصف حل الأزمة يكمن في الاعتراف بها، غير أن الأونروا ما زالت حتى الساعة ترفض أن تقول إنها تجري تقليصات بل تعديل في برنامجها، وعليه فإن الأيام المقبلة سوف تكشف التصعيد المرتقب للشعب الفلسطيني على الساحة اللبنانية. من مخيم برج البراجنة في بيروت، زين عبد السمد، تلفزيون فلسطين. قال نادي الأسير إنه تقدم بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالب فيه بنقل الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق من مشفى العفولة حيث يحتجز إلى مشفى فلسطيني لتقديم العلاج اللازم له. لذلك أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن الأسير القيق يمر في وضع صحي خطير للغاية، مناشدا المؤسسات الدولية كافة التدخل قبل فوات الأوان لإنقاذ حياته. ولفت إلى أن أوجاع الصدر تزايدت لدى القيق بشكل كبير جدا، كذلك التشنجات التي أصبحت تصيبه بشكل متكرر إلى جانب الارتفاع الملحوظ في درجة حرارته. في رام الله خرجت مسيرات تضامنية مع الأسير القيق الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 80 على التوالي مطالبين بإنقاذ حياته. مسيرة تضامنية مع الأسير محمد القيق الذي يركض في مشفى العفولة الإسرائيلي في مدينة الناصرة وما زال مضربا عن الطعام لليوم 80، خرج فيها العشرات من المواطنين اتجاه سجن عفر الاحتلالي، قبلت بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
الأسير محمد القيق، وبناء على شهادات وتقارير من الأطباء داخل المشفى، أعلنت حالة الخطورة الشديدة التي يمر بها، فوضعه الصحي لم يعد مطمئنا. أسيد الوضع الصحي، يعني كل دقيقة تمر يتراجع وضعه الصحي، وبالتالي يعني نقترب من، لا سمح الله، أنا لا أريد أن أستخدم هذه المفردة، ولكن نقترب من لحظة استشهاده. هو في وضع صحي خطير، وهذا ما تقوله التقارير. مباحثات ومفاوضات جارية لإطلاق سراح القيق وعلاجه في مشفى فلسطيني بأسرع وقت ممكن لإنقاذ حياته. قبل قليل تقدمنا للمحكمة العليا بطلب نقله إلى مستشفى رام الله. ليست لدينا أوهام في أن يوافقوا، ولكن يعني استنادا إلى منصوص القرار السابق الذي تحدث عن أنه في وضعه الصحي الحالي لا يشكل خطرا على أمن إسرائيل، ولذلك علقوا الاعتقال الإداري، وأنه يجب أن يكون في المستشفى، ولذلك نحن طلبنا أن يكون في مستشفى فلسطيني. وكان القيق رفض مساومة سلطات الاحتلال له وعرضها عليه إلغاء الاعتقال الإداري في أيار المقبل مقابل وقفه الإضراب عن الطعام، كما يرفض تناول الملح أو السكر ويكتفي بالماء. إضراب أسطوري مفتوح عن الطعام يأخذه الأسير الصحفي محمد القيق في ظل تعنت إسرائيلي للإفراج عنه، يقابله غليان شعبي وقلق واضح على حياته. رايا شتاوي، تلفزيون فلسطين. إلى ذلك أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم إصابته وصفت بالخطيرة، واعتقل آخر خلال اعتداء قوات الاحتلال على المسيرة الأسبوعية أمام مخيم الجلزون التي خرجت أيضا تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق. يبدو المشهد اعتياديا هنا، شبان يتقدمون لرشق جنود الاحتلال بالحجارة دون معرفة ما سيحدث لأحدهم، فغالبية الجنود يبتعدون مسافة كافية لتشجيع المتظاهرين على التقدم. وفي المكان الذي توقف فيه الشبان لرشق الحجارة كان هو بمثابة مسافة الصفر الذي نصب فيه جنديان كمينهم خلسة خلف جدار أحد المنازل. الشاب حمزة دليشة 17 عاما اعتقلته قوات الاحتلال، واعتدى عليه احد الجنود بالركل والضرب ببندقيته حتى خارت قواه وسال الدم من وجهه. المتظاهرون حاولوا تخليص رفيقهم من بين ايدي الجنديين قبل وصول تعزيزات اخرى، لكنهم لم يقوا على ذلك، فالجنود اطلقوا الرصاص الحي على كل من حاول الاقتراب، وحتى الاطقم الطبية لم تستطع فعل ذلك رغم محاولاتها الحثيثة. ليقتاد الجنود الشاب المعتقل الى داخل ما تسمى بمستوطنة بيت ايل القريبة من موقع المواجهات. ورغم الاعتقال وإطلاق الاحتلال الغاز المدمع، واصل شبان مخيم الجلزون مسيرتهم التي خرجت نصرة للأسير المضرب عن الطعام في سجون المحتل محمد القيق، كما هو الحال في بلدة نعلين ومحيط معتقل عوفر غرب رام الله، حيث أصيب في تلك المواجهات شابان أحدهما بالرصاص الحي في بطنه والآخر بعيار مطاطي في رأسه. 15,000 نسمة يقطنون هذا المخيم منذ نكبتهم عام 48، فيما لم تنسهم السنوات الطويلة تلك من الدفاع والمقاومة على أرضهم والتحاف ثرى وطنهم. من محيط مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله، علي دار علي، تلفزيون فلسطين. في محافظة الخليل تظاهر آلاف المواطنين بعد صلاة الجمعة تضامنا مع الأسير محمد القيق، وانطلقت مسيرة بمشاركة الآلاف في بلدة دورة جنوبي الخليل مسقط رأسه من مسجد البلدة الكبير وصولا إلى ساحة البلدية بمشاركة رسمية ومشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والحزبية والشعبية. وقالت عائلة القيق إن ابنها يدفع حياته ثمنا للحرية والرسالة الإعلامية التي يحملها دفاعا عن فلسطين وأرضها، وطالب مشاركون في المسيرة بضرورة الإفراج عن القيق، لا سيما وأن وضعه الصحي دخل مرحلة الخطر الشديد. في بيت لحم أصيب شاب بعيار ناري في اليد في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة أم ركبة جنوب بلدة الخضر. وأفاد مصدر طبي في جمعية الهلال الأحمر أن شابا أصيب برصاص حي في اليد ونقل إلى مشفى بيت جالة الحكومي لتلقي العلاج.
قمعت قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية التي خرجت تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق. نريد الاستمرار بهذا النهج من المقاومة الشعبية مساندة لأسرانا الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال، نصرة لكل قضايانا الوطنية، نصرة لقيادتنا. لم يختلف المشهد في كفر قدوم عن الأسابيع الماضية، حيث مئات المواطنين خرجوا متحدين إجراءات الاحتلال وقناصته الذين انتشروا في القرية، مطالبين بموقف دولي لإنقاذ حياة الأسير الصحفي محمد القيق. بالرغم مما يقوم به الاحتلال الصهيوني الغاشم من أعمال ضد شبابنا، سواء استخدام الرصاص الحي والمطاطي واستخدام أيضا القمع ضد أسرانا البواسل وعلى رأسهم الأسير محمد القيق الذي أمضى أكثر من 80 يوما حتى هذه اللحظة بدون مدعمات في إضرابه الطويل، نحن ماضون بهذه المقاومة الشعبية وتفعيلها بكل الأساليب والوسائل. وما هي إلا دقائق حتى اقتحم الاحتلال القرية بآلياته العسكرية وشرع في وضع الكمائن وقمع المتظاهرين باستخدام القنابل الصوتية والمياه العادمة التي طالت أيضا منازل المواطنين. الأهل في كفر قدوم مصممون على استمرار هذه المسيرة رغم القمع والتحضيرات الصهيونية الجائر في كل أسبوع من قناصة ومن دوريات ومن غاز مسيل ومن رصاص مطاطي ورصاص حي. وأمام كل هذه الهمجية الإسرائيلية يؤكد المواطنون استمرارهم في المسيرة الأسبوعية حتى تحقيق الأهداف التي خرجت لأجلها وإعادة فتح طريق القرية المغلقة منذ 13 سنة. في كل مرة تخرج فيها مسيرة كفر قدوم الأسبوعية يسجل الاحتلال فشلا جديدا في النيل من عزيمة المتظاهرين، بينما يكتب الفلسطيني قصة صمود أمام أعتى قوة عسكرية. من كفر قدوم أنا للجدع، تلفزيون فلسطين. ولمعرفة آخر تطورات في قضية الأسير المضرب عن الطعام منذ 80 يوما محمد القيق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد عيسى قراقع. مساء الخير أستاذ عيسى. مساء الخير. بداية، ما آخر تطورات في قضية الأسير القيق فيما يتعلق بالوضع الصحي الخاص به وأيضا الجهود المبذولة للإفراج عنه؟ نعم، الوضع الصحي الآن للأسير محمد القيق هو الأصعب والأخطر على حياته، حيث بدأ يعني يشعر أو يتألم من وخزات قوية جدا في الصدر والقلب وحرارة مرتفعة جدا وآلام شديدة في الأطراف وتقريبا ضعف شامل في الرؤية وتوهج في العينين وإرهاق كبير جدا يظهر عليه، ووضعه يعني ربما يكون هذا اليوم هو الأخطر يعني المقلق جدا، يعني ربما يدخل في حالة غيبوبة في أي لحظة، ربما لا سمح الله يصاب بموت فجائي في أي لحظة. وبالتالي الوضع الآن للأسير محمد القيق هو يعيش بين الموت والحياة، وإسرائيل تتحمل المسؤولية لأن إسرائيل حتى الآن لم ترد ولم تعطي أي إجابة شافية ولا إيجابية حول مطلب الأسير محمد بالحرية والعلاج في المستشفيات الفلسطينية، رغم تواصل الجهود من قبل المسؤولين من قبل مكتب الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية والمحامين الفلسطينيين والنشطاء وأعضاء من الكنيسة المحامين مثل المحامي أسامة السعدي وغيرهم من المحامين الذين يعملون جهد كبير، وبرغم أن قضيته أصبحت قضية رأي عام دولي ودينت إسرائيل من الكثير من المؤسسات الحقوقية ومن الدول باعتبارها تعتقل أسيرا صحفيا اعتقل اعتقالا تعسفيا بدون محاكمة وبدون تهمة، وتطالب إسرائيل بالإفراج عنه، ولكن
أن تنتظر إسرائيل حتى هذه اللحظة الخطيرة، اللحظة المقلقة، لكي يعني ربما يسقط شهيدا الأسير محمد القيق، هي بذلك ترتكب جريمة عن سابق إصرار. نعم أستاذ عيسى قراقع، قدمتم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية للإفراج عن الأسير القيق أو نقله على الأقل إلى مشفى فلسطيني لتلقي العلاج، أين وصل هذا الموضوع؟ نعم قدم الالتماس ولكن لم يحدد حتى الآن موعد للنظر في هذا الالتماس. يعني الوضع الأخطر هو الوقت، يعني عندما يتم تعيين هذه الجلسة وضع الأسير محمد القيق يضغط علينا جميعا، وضعه صعب، هل يحتمل الانتظار؟ لا يوجد وقت حتى للانتظار. لهذا يعني أنا أوجه نداء يعني للجميع، لكل المسؤولين، لكل الجهات الدولية، أن تسارعوا الليلة لإنقاذ الأسير محمد القيق، لأن كل ساعة وكل دقيقة أصبحت تشكل خطرا جديا على حياته. طب أستاذ عيسى قراقع، يعني طوال الأيام الماضية أنتم توجهون نداء إلى المؤسسات الدولية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأسرى بشكل خاص، هل هناك من تجاوب معكم؟ يعني كل العالم يتجاوب معنا إلا الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تضرب بعرض الحائط بكل هذه النداءات وبكل هذه الجهود، وكأن هناك قرار سياسي إسرائيلي بقتل الأسير محمد القيق وإعدامه. هذا فقط الذي نستنتجه عندما يتركون أسيرا على مدار 80 يوم في هذه الحالة الصحية الصعبة، وهم يتطلعون إليه كيف يذوب جسده ويتحول إلى هيكل عظمي، وهم الذين قالوا في التقرير الطبي يوم أمس أن الأسير محمد القيق معرض لموت فجائي، وهم الذين قالوا أن حالته الصحية أصبحت خطيرة، هم يقرون بذلك، وهذه التقرير الطبية تذهب إلى الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومع هذا لا يتحركون شيئا. هذا نستنتج من ذلك أنهم يريدون قتل الأسير محمد القيق، وإسرائيل هي المسؤولة بكافة بأجهزتها الأمنية وبمستواها السياسي مسؤولة عما يجري بحقه وعن كل التداعيات التي ستنتج إذا ما لا سمح الله إذا ما حدث أي سوء للأسير محمد القيق. نعم عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك. منعت قوات الاحتلال في قلقيلية مسيرة سلمية في قرية نابلياس للمطالبة بوقف مخطط إسرائيلي للاستيلاء على مئات الدنومات من أراضي المواطنين لصالح شارع التفافي جديد لخدمة المستوطنين. على الأرض التي يخطط الاحتلال لمصادرتها أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة. أكثر من 100 دنم من أراضي المواطنين في قرية النابلياس شرق قلقيلية ستصادر لصالح التوسع الاستيطاني وشق طريق التفافية ستؤدي أيضا إلى قطع التواصل الطبيعي بين المزارعين وأراضيهم الواقعة خلفه. خربت هذه الأرض في هذا المكان لبناء جدار لحماية مستوطنة سوفيم ولضم هذه الأراضي، وعندما نقل الجدار من هنا دمرت أراضي أخرى في الجدار الذي نشاهده خلفنا. الهدف هو تدمير الأراضي الفلسطينية واقتلاع أشجار الزيتون. سنستمر في رفض ومواجهة سياسات الاحتلال في الاستيطان والجدار والطرق الالتفافية مهما كانت التضحيات ومهما كانت التحديات، ونحن هنا اليوم لنعلن عن بدء فعالياتنا في مواجهة هذا الطريق الالتفافي الذي يسرق ما يقارب 110 دنومات من أراضي عزبة الطبيب والنابلياس وعزون. وإلى الشارع الرئيسي في قرية النابلياس توجه المشاركون لكي تكتمل رسالة الاحتجاج والرفض التي خرجوا لإيصالها، ولكن الجنود المتأهبين هنا حاولوا منعهم من التعبير حتى بالطرق السلمية. واليوم احنا مع اخواننا في النابلياس لمنع شق طرق استيطانية جديدة في اراضيهم، وهذا الوجود اليوم احنا قدرنا نجيب 50 الى 60 اسرائيلي يتضامنوا مع هاي البلدة الفلسطينية المقهورة بالطرق الاستيطانية،
تحركات شعبية ورسمية وقانونية بدأت منذ إصدار قرار المصادرة، واليوم انطلقت الخطوات الميدانية بهذا الاحتجاج الذي شاركت فيه المؤسسة الرسمية في محافظة قلقيلية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومنظمتا مقاومون من أجل السلام ونساء ضد الاحتلال، بالإضافة إلى حشد شعبي من أهالي محافظة قلقيلية. كلهم جاءوا ليقولوا لا لشق هذه الطريق. يحاولون تمرير مخططاتهم بهدوء، ولكن الهدوء الذي يأملونه لا يتلائم مع ما تربى عليه الفلسطيني المدافع عن حقه جيلا بعد آخر. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، من النابلياس، شرق قلقيلية. أصيب عدد من المواطنين في مواجهة مع جنود الاحتلال في المنطقة الحدودية شرقية خان يونس. لم تمنع التعزيزات العسكرية الإسرائيلية التي دفعت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، لا سيما إنزال وحدات مظليين، لم تمنع ذلك من اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الشبان أحدهم بحالة الخطر. أما هنا وعلى بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي الفاصل شرق خان يونس، حيث بلدة خزاعة التي أبادت إسرائيل المئات من سكانها وهدمت منازلها خلال الحرب الأخيرة على غزة، كانت المواجهة مع الاحتلال من نوع آخر. عشرات العائلات خرجت صوب مستنقع مائي يعرف ببركة أبو دقة على بعد أمتار من الحدود، مكان لا يمثل المتنفس الوحيد لهم ولأطفالهم فقط، بل تحديا لقوات الاحتلال المقابلة لهم. هاي الحدود قدامنا، هاي قلبة اليوم قدامنا، بس مش خايفين شبابنا، يعني ما بتخاف، بطلت تخاف، فش يعني موت واحد ورب واحد. باعتبار هو المنفس الوحيد يعني للقرية، لقرية خزاعة يعني المنطقة هاي، حتى لو انه فيها خطر بس انه اطفالنا وشبابنا هيك تعودوا يعني على المخاطر. يا فلسطين غالية علي. هو التحدي إذن الذي يكمل صورة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، فللتراث الفلسطيني على الحدود هنا طعم آخر يجمع ما بين تسلية العائلات وتوجيه رسائل الاحتلال أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. احنا بنعد هذا نوع من نوع المقاومة، لأنه احنا بنحيي تراثنا، لأنه إذا ما حيناش تراثنا بتموت حضارتنا سابقا، واحنا ما بنيجي هون على الشريط الحدودي، لازم نيجي، لازم نعرف اليهود انه احنا من الصعب انهم يمنعونا نوصل هون. اذا كان الحجر والمقلاع هو السلاح التقليدي لمواجهه الاحتلال الاسرائيلي، فان هنا في بلده خزاعه شرق خان يونس شكلا اخر من اشكال المواجهه. شكلنا يجسد تمسك الفلسطينيين بأرضهم المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، حتى لو كان الرصاص فوق رؤوسهم. سامي خليفة، تلفزيون فلسطين، شرق خان يونس. رفضا لقرارات هدم منازلهم، اعتصم دول أسرى الأربعة من قرية صورباهر جنوبية القدس المحتلة الذين يتهمهم الاحتلال بتسبب مقتل مستوطن عبر رشق سيارته بالحجارة، وهو الادعاء الذي لم يثبت بعد. رفضا لقرارات الاحتلال بهدم منازل ذوي الأسرى الأربعة الذين يتهمهم الاحتلال بالتسبب بمقتل مستوطن عبر رشق سيارته بالحجارة في أيلول العام الماضي، اعتصم ذوي الأسرى الأربعة والعشرات من أهالي قرية صور باهر جنوبي القدس ضد عنصرية الاحتلال، خاصة في ظل عدم إثبات الإدعاء الإسرائيلي حتى اليوم. القضية يعني صارت سياسية من حادث سير، استغلوا بعض الأطراف السياسيين اللي بده مشان ينجح في الانتخابات واللي بده مشان يتقرب لليمين المتطرف، قرارات بمصادرة وإغلاق بيوت العملية ليست قانونية وكله من فوق القانون كما تعودنا من إسرائيل طبعا.
قرارات عسكرية بالهدم وسحب هويات الفتية الأربعة، وذلك قبل انتهاء البت في القضية في محاكم الاحتلال. إجراءات تنكيلية ضمن نهج انتقامي يتبعه الاحتلال بحق المقدسيين حسب أهالي صور باهرة الذين يعدون 18,000. يحارب في كل شيء، في البناء، في الضرائب والغرامات على السير بحجة السير، الإغلاقات، فهناك إرهاب يمارس بالإضافة للحواجز، وكل من يخرج من القرية يتم فحصه، وإذا شارك بأي محاولة للرفض والتعبير عن الموقف يتم إيقافه وتهديده. سيناريوهات صعبة أمام أربع عائلات تعيش ظروفا صعبة منذ 5 أشهر، وحتى الخيمة التي بنوها للثبات والصمود في حال الهدم دمرها الاحتلال. التهديد بهدم منازل الفلسطينيين أو هدمها جانب من سلسلة إجراءات انتقامية تطبق حصرا على الفلسطينيين، وتعامل الاحتلال مع قتلة الشهيد محمد أبو خضير وعائلة دوابشة خير دليل. من قرية صور باهر جنوبي العاصمة المحتلة، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين. ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية ارتفعت بنسبة 20%، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين. مع انطلاق الهبة الشعبية منذ أكتوبر الماضي، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من إقامة الحواجز العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية في محاولة للتضييق على تحركات الفلسطينيين والحد من تصاعد العمليات. تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة أظهر أن حواجز الاحتلال في الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 20% نهاية العام 2015. ووفقا للتقرير، فإن سلطات الاحتلال نصبت مع نهاية العام الماضي نحو 91 حاجزا عسكريا، إضافة إلى 452 حاجزا وعقبة كانت موجودة، أدت جميعها إلى التأثير بشكل مباشر على حياة 850 ألف مواطن فلسطيني، معظمهم يعيشون في مدينة الخليل. كما أغلقت قوات الاحتلال بشكل متقطع 3 طرق رئيسية مؤدية إلى مدينة الخليل منذ أوائل تشرين الثاني من العام الماضي. وأشار التقرير أيضا إلى أن 9 من 42 عقبة جديدة وضعتها سلطات الاحتلال شرقي القدس خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي ما تزال في مكانها. هذه التحويلات الجديدة تقطع أوصال الضفة وتعزل مناطقها عن بعضها، وما وجدت إلا لفرض عقوبات جماعية على أبناء شعبنا لتكون وسيلة من وسائل الاحتلال الخبيثة لثني المواطنين عن الدفاع عن أرضهم وحقهم لإيقاف الهبة الشعبية. هدي الشوامرة، تلفزيون فلسطين. اتهم محقق دولي في الأمم المتحدة إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد أبناء شعبنا، مطالبا بمحاسبة قوات الاحتلال على استخدامها القوة. كما دعا محقق الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية مكاريم وبيسونو إسرائيل إلى إطلاق سراح الأسرى الإداريين أو توجيه تهم لهم. طالب محقق في الأمم المتحدة بملف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إسرائيل بالتحقيق في استخدام القوة المفرطة من جانب القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبيها. وطالب المحقق مكريم وبيسونو في تقرير نشره مجلس حقوق الإنسان سلطات الاحتلال بحسم أمر كل السجناء الفلسطينيين الذين يقضون فترات طويلة رهن الاعتقال الإداري وبينهم أطفال، إما بتوجيه اتهامات لهم أو إطلاق سراحهم. ليس مفاجئا على الإطلاق وصول هذا المحقق الأممي إلى هذا الاستنتاج الذي توصل إليه في تحديد طابع الاستخدام العسكري للقمع التحركات السلمية والشعبية التي يقوم بها شعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان. دولة الاحتلال التي رفضت التقرير ووصفته بالانحياز كانت قد منعت وبيسونو من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة للتحقيق في جرائم الاحتلال، ما دفعه إلى الاستقالة من منصبه والتي ستكون نافذة نهاية الشهر القادم. مجلس حقوق الإنسان اللي الشهر القادم هناك أيضا في هناك اجتماع للمجلس لإقرار التقرير الذي أعده لجنة التحقيق الدولية
بنعتقد أن هذه التقارير بمجملها راح تكون مادة دسمة أمام محققي المحكمة الجنائية الدولية، لأنها خرجت عن جهات دولية محايدة. وفي وقت سابق علل المحقق الأممي تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية أنه جاء على خلفية بناء المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري وحصار غزة الذي اعتبره عقابا جماعيا ضد الفلسطينيين. في ظل تصاعد جرائم الاحتلال أصبح المطلوب من الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية أن تعتقل وتحاكم قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم بحق الفلسطينيين، وأن لا تكتفي بالاتهام والإدانة. هارون عميري، تلفزيون فلسطين. أعلن البنك الدولي تقديم منحة مالية قدرها 40 مليون دولار لدعم موازنة دولة فلسطين. وقال البنك الدولي في بيان صحفي أن الوضع المالي للسلطة الوطنية صعب، وأن الانتعاش الاقتصادي بطيء نتيجة لاستمرار القيود الإسرائيلية والحصار وتراجع مساعدات المانحين بنحو 60%. يأتي ذلك في وقت نشد فيه صندوق النقد الدولي بجهود وزارة المالية التي نجحت في تقليل العجز في الموازنة العامة للعام الثالث على التوالي، لكنه توقع استمرار الاقتصاد الفلسطيني في النمو بمستويات ضعيفة. أقامت حركة فتح في بلدة بير زيت شمال غرب رام الله لقاء لإحياء الذكرى 51 لانطلاقة الحركة. جرى خلاله مناقشة التحديات التي تواجه أبناء شعبنا في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. ضمن سلسلة الفعاليات لإحياء الذكرى 51 لانطلاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أقامت الحركة في منطقة شمال رام الله لقاء تنظيميا تحت عنوان فتح والثورة الفلسطينية المعاصرة. دائما بنضل رافعين روسنا لفوق لأن فتحاويين، ورح تبقى حركتنا هي اللي تقود العمل الوطني، وفتح دائما كانت أم الجماهير وأم المشروع الوطني، وستبقى إن شاء الله حتى يتحقق حقنا بأن يرفرف علم فلسطين على مآذن القدس وكنائس القدس وأسوار القدس كما كان يقول الخالد فينا ياسر عرفات. المشاركون في هذا اللقاء أكدوا ضرورة تعزيز صمود شعبنا في المحن التي يعاني منها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم التي ينفذها المستوطنون بحق البشر والحجر والشجر. نحن في الظل، وليس لدى قضيتنا أولوية لدى أحد. هذا جو مواتي إلى درجة كبيرة للغاية أن يستثمره نتنياهو والعدو المحتل وحكومة نتنياهو، أن يستثمره بأن يرتكب كل الجرائم الممكنة ضد الشعب الفلسطيني، أن يخلق وقائع جديدة على الأرض ضد الشعب الفلسطيني. اللقاء تناول أيضا ملف المصالحة الوطنية ودور الحركة في إنجاحها وآخر التطورات فيها، حيث أكد الحاضرون ضرورة إنهاء الانقسام الذي لا يخدم إلا الاحتلال. لقاءنا مع الإخوة أعضاء اللجنة المركزية يعني سيكون يعني هناك حديث لهم عن الوضع العام، أهم المحطات المهمة في مختلف الأصعدة، بدءاً في الوضع الداخلي للحركة بشكل عام، الوضع السياسي يعني وما آلت إليه الأمور، وخاصة في ظل انسداد الأفق السياسي وعدم وجود أي رؤية سياسية، وعدم وجود أي أمال خلال المرحلة القادمة من أجل يعني عقد الأمل عليها حتى يكون هناك بصيص أمل للشعب الفلسطيني. موضوع المؤتمر السادس، موضوع المؤتمر السابع، المؤتمر العام للحركة والمصالحة خلال الأيام الماضية. وضمن سياسة الشفافية التي تتبعها الحركة، تم في نهاية اللقاء فتح باب النقاش لجميع الحاضرين من أبناء الحركة الذين أكدوا بدورهم دعمهم وتأييدهم القيادة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني، وأعربوا عن استيائهم من سياسة الاحتلال تجاه شعبنا. ولأنها أم الجماهير تبقى فتح بقادتها وأبنائها حامية للمشروع الوطني ومدافعة عنه بشتى الطرق. لتلفزيون فلسطين، محمود فراش، بير زيت. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن المعركة الأساسية في حلب هدفها قطع الطريق مع تركيا،
وأكد الأسد في مقابلة هي الأولى منذ فشل مفاوضات السلام في جنيف الشهر الماضي، وبعد التقدم الميداني للجيش السوري بدعم جوي روسي في حلب، أن المعركة الأساسية في حلب هدفها قطع الطريق بين حلب وتركيا وليس السيطرة على المدينة بحد ذاتها. وأضاف أن الهدف هو استعادة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن ذلك قد يتطلب وقتا طويلا، موضحا أن التفاوض لا يعني التوقف عن مكافحة الإرهاب. إلى ذلك قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي إن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفن دي ميستورا حريص على عقد جولة جديدة من محادثات السلام بعد أن اتفقت القوى الكبرى على ضرورة الإسراع بوقف القتال، لكنه أشار إلى أن خطة استئناف المحادثات لا تزال غائمة، وأوضح أن الأمم المتحدة ستساعد مجموعة العمل التي وردت في اتفاق ميونخ، لافتا إلى أن هناك اجتماعا برئاسة الأمم المتحدة لبحث وقف الاعتداءات وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئاسة تطالب الأونروا باستثناء الصحة اللبنانية من برنامجها التقشفي. الأسير القيق تأخذ حالته الصحية منحا خطيرا بعد 80 يوما من الإضراب. محقق دولي يدعو إلى محاسبة إسرائيل على استخدامها القوة المفرطة ضد الفلسطينيين. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.